rectangle again, rectangle, quadrilateral shape, هو quadrilateral shape, its properties, properties بتاعته, number one, sides, each two opposite sides are number one, parallel, number two, equal in length, ده بالنسبة لمين؟ the sides. أما الأنجلز دي أول مرة بقى ناخد quadrilateral في properties للأنجلز. الأنجلز هنا تكون إيه؟ الأنجلز دي اسمها إيه؟ لما تكون 90 degree يبقى اسمها إيه؟ الأنجلز its angles is right يا مستر Yes. Better. Equal 90 degree. The most. Yes, I hear. هو أول اللي هي دي اللي هي each أو each two إيه بعديها إيه أصل مش شايفة. Each two. مشبكة ببعض. Opposite. لا انا قصدي على اول كلمه خالص اللي هي قبل تو each each اوكي each to opposite sides كل sides فيهم بتكون مالها بقى طبعا دي sides number one parallel number two equal in length الانجلز اتفقنا السايدس خلصناها finish سايدس الانجلز هي حاجه واحده بس is right angle يعني كلهم right angle ال A right angle ال B right angle ال C right angle ال D right angle اما بقى الدياجونال فاحنا خدنا بقى في الدياجونال كلهم اي شكل بقى هنلاقي فيه كلمه الدياجونال bisect each other يا مستر يس ممكن تراجع الشاشة تاني ثانية واحدة اكتب حاجة بسرعة اوكي فارس الدياجونالز بيكونوا جوه ايكوال ان لينث يعني لو قسنا الدياجونال والنمبر 1 بيجي النمبر 2 قسناهم هنلاقيهم هما الاثنين زي بعض لو عندك ريكتانجل اترسم ريكتانجل دلوقتي يلا كده اعمل ميجر للدياجونال شوف الدياجونال شوف الاي دي كام والبي سي كام لا شوف الاي سي والبي دي هنلاقيهم ايكوال وكمان السنتنس بقى حفظناها اللي هي bisect each other ريبيت اجين نعيد تاني ونقول كده عندي مين برلل مين عندي الاي بي بتكون برلل اللي فوق اللي هي سي دي وعندي كمان الاي دي بيكون برلل مع اللي قدام اللي هو البي سي مين طيب ايكوال برضه اللي احنا كتبناهم دلوقتي برضه هما ايكوال يعني الاي بي ايكوال سي دي كمان الاي دي ايكوال اللي قدامها اوبوزيت اللي هي البي سي طيب مين الانجل 90
انجل A انجل B انجل C كلهم 90 ميجر اوف انجل اي واحده فيهم بقى A equal measure of angle B equal measure of angle C equal measure of angle T كلهم 90. الدياجونال اتفقنا اللي هي ال AC هلاقيها زي الدياجونال التاني اللي هو مين؟ BD. لو عملنا measure للاتنين بالرولر هلاقي ال measure بتاع ال AC equal measure of BD. bisect each other يعني كل واحد فيهم بقى قطع التاني نصين. شايفين؟ عندي الام هي في الميد بوينت في الانترسكشن بوينت مستر يس انا ما عنديش مكان اكتب ده كله انا خلصت صفحه كامله اوكي واللي هو الاي بي اي بي و وبارلل سي دي اي سي دي يس ده مش عارفه اكتبه تحتها حاضر بس مش المفروض نكتبه صح يس عندي بقى من الام لاي حاجه بره بقى ايكوال يعني ام اي ايكوال ام سي وعندي ام بي ايكوال ام دي دي اخر حاجه دي معنى ان هما بايسكت ايتش اذر معناها الام في الميد بوينت بتاعتهم كلهم كل الحاجات دي في الريكتانجل يبقى ريكتانجل كده هنعمل كيبت كده نحفظ له بقى كام حاجه بقى ادي 1 2 3 4 5 كلهم دول في الريكتانجل فينيش لا لسه يا مستر ثانية واحدة اوكي مستر اكسكيوز مي مستر يس يا مستر there homework today or not maybe I'm sorry مستر ثواني انا مالي خاف من البلاد عقب الهومورك هيبقى كبير شويه المره دي بقى عشان احنا قاعدين فتره ما خدناش هوم وورك مستر احنا اخدين هوم وورك بتاع امبارح احنا اخدين هوم وورك امبارح الهوم وورك كان دروينج ودروينج ده اتس بيس اوف كيك يعني ايوه انا عملت مستر يس ديو ان رايت ذات تومورو داخل انتوا احنا الهوم ورك هيبقى سهل قوي الهوم ورك هيبقى دروينج هترسموا حاجه بقى هقول لكم مثلا ترسموا ريكتانجل الدايمنشن بتاعته مثلا 4 و 3 سكوير مثلا 4 هناخد دلوقتي حاجه دروينج يعني نرسم الترينجل والهكساجون والهبتاجون كده لا هناخد ريكتانجل وسكوير بس دروينج ريكتانجل اوكي ماشي طيب ندخل بقى على السكوير يلا بقى السكوير بقى فيه كلام كتير 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 نيو بيج اي صفحه بقى جديده ونكتب فيها بقى السكوير دي كده سيركل عشان احنا عايزين سكوير فالسكوير طبعا الاول سايد ار ايكوال فرسمت هنا 4 سنتيمتر يبقى كل بقى ناحيه 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر اوكي 1 2 3 4 1 2 3 4 5 لازم اعمله كله 4 4 4 ممكن كلهم 4 كلهم 5 as you like اعمله 4 اوكي make it 6 Okay, it's okay. A, B, C,
اوكي دي كمان نعمل بقى ال diagonals ال AC diagonal ال BD diagonal مستر انا عملت كل اللي حضرتك عملته من قبل ما حضرتك تقول عشان احنا بنعملهم على طول فانا عملتهم excellent في بس هنا بقى 90 في هنا كده 90 عملتهم في 90 في 90 ودي بقى هنا في 90 برضو 90 90 90 انا عندي بقى 890 عندي 4 الفور اللي بره 90 ديجري واللي جوه بقى 90 ديجري لما يكون 90 ديجري معناها الدياجونالز كده ايه بيربنديكولار يعني الدياجونالز جوه لو عملنا كده لفينا كده النوت احنا بنقول بيربنديكولار يلا بقى مين شطور بقى يقول لي السايدس مالهم؟ فور سايد انجلز مالهم؟ البروبتس يعني والدياجونالز سايدس هي اتش تو اوبزيت بارلل اكسلنت وحاجة تانية برضه هي ايكوال ان لينك يبقى السايدس فيهم كام حاجة بقى نمبر 1 ونمبر 2 و 2 تمام طيب الانجلز الانجلز مالهم الانجلز اسمهم ايه از رايت انجلز ولا اوبتيوس رايت انجلز كلهم رايت انجلز طيب الديجونالز بقى هيبقى فيه ديجونالز اتس تو ديجونالز بايسكت ايتش اذر ايكوال ان لينث اوكي نمبر 1 بايسكت ايتش اذر نمبر 2 ايكوال ان لينث فيها بقى حاجه جديده بقى في الديجونال تاني نمبر 3 بقى and perpendicular excellent برافو عليكي and perpendicular يبقى كده السكوير هنحفظ له بقى كام حاجة بقى six properties six properties okay properties طيب نيجي بقى عايزين نكتبهم بقى انا بعلم اللي هي البتاع اللي في الجنب دي بالالوان يلا نيجي نكتبهم بقى يلا نمبر 1 سايد بكتبهم ايه اسمها لهم انا بس ما حد يكتب مستر يس بكتبهم طيب اللي كتبهم بقى يكملهم لان في احنا ما كتبناش حاجه جنبيهم السايدس هنا بيكونوا ايكوال والسايدس كمان بيكونوا بارلل الانجلز بيكونوا رايت الدياجونالز بيكونوا بايسكت بيكونوا ايكوال بيكونوا كمان بيربنديكولار finish go finish mister
اي لا لا يبقى انا عندي بقى نعمل كده حاجات كده داشز. انا عندي بيكون ده ايكوال ده ايكوال ده، فنعمل كلهم داش كده. وعندي بقى جوه هنا دبل داش، هنا دبل داش، هنا دبل داش، وهنقول دول كلهم ايكوال. مستر ايه نمبر 3 حضرتك ما كملتهاش، اللي هي ايه اللي هي اخر واحده خالص، كملها انت بقى. مش حافظ كلمه بيربنديكولار؟ لا حافظها. اه طب يلا في عندي بقى very very important summary. summary عندي حاجة بقى كده مراجعة عليهم كلهم موجودة في الكتاب. هصورها لكم دلوقتي. مستر yes. افتح الكاميرا واوريك. yes. مستر انا خلصت. مستر تمام مينا تمام انا خلصت. اوكي انا لما حضرتك شفتني ريماس تمام اكسلنت. يلا بقى عندي بيج بقى مهمة جدا دي بقى نحفظها كلها تمام، لأن احنا بكرة هنسأل فيها. اوكي which page are we on this page. اخر حاجة في الليسون مستر بص فارس تمام، دي البيج اللي انا بتكلم عليها. مستر بيج مس بيج بيج نمبر كام؟ سيرش عندي في الكتاب القديم 115، ممكن في الكتاب الجديد تلاقيها 120 مثلا. مستر هو ده الواجب؟ مش واجب ده سيمري. سيمري يعني مراجعه، يعني نحفظ كل ده. هنفهمها بقى. أول حاجة عندي السكوير، ماله السكوير؟ نمبر 1 إيه؟ أدي نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، دول 6 حاجات كلهم في السكوير. مستر هما دول احنا هنعملهم واجب ولا دول ايه؟ دول حفظ بقى. كيبي دول حاجات اخدناها وانت اخدتها.
يعني احنا مفروض كده بس نكتب، بتاعت ايش؟ نكتب كده سكوير، نكتب بقى 1 2 3 4 5 6، عنده 6 حاجات بقى، 6 properties. نمبر 1 اهي مكتوبه its sides are equal in length. نمبر 2 each two opposite sides are parallel. نمبر 3 its angles are right angles. نمبر 4 its diagonal are perpendicular. نمبر 5 equal in length and bisect each other. نمبر 6 فالسكوير عندي السايد، في حاجتين في السايد، سايد سايدز، عندي حاجة واحدة للانجلز، عندي الدياجونالز، ثلاث حاجات بقى الدياجونالز، دياجونالز دياجونالز فالسايد اسمالهم السادس مالهم الانجلز ايه والدياجونالز ايه والدياجونالز ايه والدياجونالز ايه، كلهم دول في السكوير. جبناهم منين؟ جبناهم من هنا. نقول تاني، نمبر 1 في السكوير ايه؟ its sides are equal in length. نمبر 2 each two opposite side are parallel. نمبر 3 its angles are right angles equal 90. نمبر 4 its diagonals are perpendicular. نمبر 5 its diagonals are equal in length. Number 6, its diagonals bisect each other. طيب نيجي بقى ريكتانجل، how many properties؟ في كام properties في ريكتانجل؟ Number 1, equal in length, the sides. Number 2, parallel. خلاص؟ أو ممكن نكتبها كلها number 1، يعني كلها كده number 1. Each two opposite side are equal in length and parallel. The number 1. Number 2. Its angle is right. Number 3. Its diagonals equal and bisect. خلاص. طبعا لو حبينا بقى نقسمهم اكتر فتبقى السايد اسمالهم السايد is parallel. Equal كمان parallel. The number 2, number 3 the angles right, the diagonals number 4 equal, and number 5 bisect each other. فكده ال rectangle عنده بقى 5 properties. ال parallelogram ما عندوش غير 3 properties. ال sides بيكونوا equal number 1، بيكونوا parallel number 2، وما عنديش حاجة بقى في ال angles، عندي بس ال diagonals بتاعته بتكون bisect. فأنا عندي بقى في البرولوجرام 3 properties. نيجي بقى رمبس، نمبر 1 السايدز كلها ايكوال، نمبر 2 each two opposite side are parallel، الانجلز ما فيش حاجة في الانجلز، الدياجونالز بيكونوا perpendicular دي نمبر 1، بيكونوا bisect each number each other. خلاص فنقول بقى الدياجونالز هنخليها 3، نمبر 4 bisect perpendicular bisect equal parallel. الرمبس 4 properties. اخر واحد بقى الترابيزيوم. مستر هو نكتب كل ده؟ ده هتحفظه وتكتبه. احفظه واكتبه؟ يس. يعني هكتبه بالشكل ده سكوير 1 2 3 4 5 الريكتانجل. يعني الواجب ان انا اكتبه صح؟ ريكتانجل. ريكتانجل عنده كام حاجه بقى؟ 5 1 2 3 5 4 5 تكتبهم بقى. اوكي البارلوجرام عنده بس 3، الرمبس 4، الترابيزيوم 1. Okay, ready? مين بقى لقى البيج دي؟ مين عنده البيج دي بقى دي لقيها؟ صفحة كم يا مستر؟ هي في صفحة 120.
120 لا يا مستر مش 120 لا 120 في ناس عندها 120 في ناس عندها كتاب تاني بقى في البي جي دي مش 120 يا مستر انا عندي 120 عندي اللي هي ليسون 3 لا اللي قبليها بقى الصفحة اللي قبليها بقى اللي هي 115 شوف 115 كده يوسف اه خلاص شكرا يلا بقى نسيب بقى الهوم ورك ده دلوقتي وندخل على حاجه تانية دلوقتي هنعمل درو الناس اللي بتحب درو نكتب مع بعض كده درو درو تانجل اتس يلا بقى هنرسم ريكتانجل 3 سنتيمتر 5 سنتيمتر يعني من ناحية 3 ومن ناحية 5 You are finished كبير عندي بقى كلمة هنا جديدة اسمها dimension مين يعرف يعني ايه dimension؟ أبعاد dimension هي الأبعاد بتاعته برافو عليكي الأبعاد بتاعته يعني هنرسم من ناحية 5 ومن ناحية 3 والناحية اللي قدامها تبقى 5 والناحية التانية اللي قدام 3 تبقى 3 واللي هم دول اسمهم dimension تمام؟ اوكي قبل ما نخلص بقى الرايتنج ندخل بقى دروينج اول حاجه بقى لو انا هرسم بقى عندي بقى ما عنديش لاتس ما عنديش بقى عندي ورقه بيضه زي كده اجيبها لكم دلوقتي عايز ارسم فيها بقى لو عندي ورقه كده وايت بيبر عندي ورقه كده عايز ارسم فيها بقى ريكتانجل دلوقتي يكون 5 و 3 هرسم بقى ازاي بقى اول حاجه اجيب الرولر اجيب المسطره تحتي واول حاجه ارسم السايد 5 يلا كده هنرسم سايد 5 فبقى من اول بقى ايه from 0 begin من 0 هنرسم بقى كده لغايه ايه لغايه 5 اوكي وهنعمل ستوب كده بقت كام 5 سنتيمتر يعني كده رسمت 5 سنتيمتر اجي تحتها بقى واكتب 5 سنتيمتر طيب دلوقتي انا عايز ارسم 3 من هنا و 3 من هنا فاعمل ايه بقى هجيب بقى دلوقتي السيت سكوير اوكي وعدله بقى على البربنديكولر خليه كده تمام اعمل بقى موف اجيبه بقى هنا عايز بقى ارسم 3 سنتيمتر
اوكي هو اوريدي في 0 1 2 3 هو موجود في 0 1 2 3 ده نرسم منه نرسم بقى 3 ل 4 اوكي هرسم هنا 3 سنتي نرسم 3 سنتي طبعا لو انا عندي بقى انا خايف بقى تطلع مثلا ده مش 3 سنتي اعمل ايه بقى؟ ارسم خط وخلاص كده بقى وارجع بقى اقيسه وخليه يشوف 3 سنتيمتر انا خليه 3 سنتيمتر اشوف بقى يطلع 3 ولا لا عايزين نصغر المسطره شويه بتاعتنا دي محتاج اخليه 3 سنتيمتر الخط اللي انا رسمته ده اخليه 3 سنتيمتر مستر الخط اللي انا رسمته بالست سكوير 5 سنتيمتر عايزه اخليه 3 سنتيمتر مستر انا مش فاهم حاجه يعني احنا نجيب ال سنتيمتر بالظبط مستر يس يا مستر مش فاهم حاجه يعني هو احنا نرسمها ازاي نرسمها تحت زي ما حضرتك رسمها كده 5 سنتيمتر ولا 3 سنتيمتر لا دي ال 5 سنتيمتر الناحيه الثانيه بقى 3 سنتيمتر يعني هي تحط انت اللي فوق سكوير كده او تحط ست سكوير كده تمام وترسم منه 3 سنتيمتر مستر هو احنا نبدا من ال 1 ولا من الزيرو؟ الزيرو فسا هتبقى 3 سنتيمتر نيجي الناحية التانية برضو هنرسم 3 سنتيمتر فنلفه كده بقى هنيجي الناحية التانية نرسم 3 سنتيمتر مستر يس يا مستر دي 3 5 زي ما حضرتك قلت تمام نرسم يلا الناحية التانية 3 سنتيمتر مستر زيها؟ زيها اه اوكي يبقى كده 3 سنتيمتر والناحية التانية 3 سنتيمتر طبعا الرسم انا مش هفهم الموضوع كويس فيكتب بقى هنا 3 سنتيمتر والناحية التانية تبقى 3 سنتيمتر يس هو ده ريكتانجل لسه هنقفله بقى من فوق هيبقى ريكتانجل هنجيب الرولر بقى ونحاول نعمل له كده ان نقفله من فوق كده كلوزد هنجيب كده الريكتانجل هنعمله كلوزد هاجي بقى اقيس اللي فوق الاقيها ايه 5 سنتيمتر برضو انا عملت كده هلاقي اللي فوق 5 سنتيمتر كده بقى ريكتانجل يلا بقى مين رسم كده بقى طيب اللي بعديها بقى عايزين نرسم سكوير من كل ناحيه مثلا 5 سنتيمتر يلا كده قبل الحصه ما تخلص درو سكوير اتس سايدس ايكوال 5 سنتيمتر عايزين نرسم سكوير من كل ناحيه 5 نفس الفكره هي هي يلا كده نرسمها يخلصها ويبعتها لي صورها ويبعتها لي عشان انا كده خلصت انا بقى هبعت لكم او خلاص الهوم ورك بتاعكم اللي انا قلت عليه يعني هنعملها دلوقتي سكوير كل
0.5 سنتيمتر. اه وتصورها، تصوريها وتبعتيها دلوقتي. Goodbye.